السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل أحسن الله إليكم، ما حكم قطع صيام النافلة وهل يأثم الإنسان بذلك؟ الحمد لله، وبعد، المتقرر عند العلماء أن النفل لا يلزم بالشروع فيه إلا في النسكين، فإذا أراد الإنسان أن يتطوع بشيء من النوافل صوما كان أو صلاة، ثم بدا له أن يقطعه حتى ولو بلا عذر شرعي، فإن له أن يقطعه، مع أن الأولى أن يتم فيما شرع فيه، لكن لو أنه قطعه فإنه لا يلزمه قضاء وليس عليه عقوبة. وعلى ذلك دلت الأدلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها كان يدخل عليها فيقول: هل عندكم شيء؟ فإذا قالوا لا قال: فإني إذن صائم. قالت عائشة: ثم دخل علينا يوما آخر فقلنا: قد أهدي لنا حيس يا رسول الله. فقال: أرينيه، فلقد أصبحت صائما فأكل. ويقول صلى الله عليه وسلم: المتطوع أمير نفسه. فإذا شاء الإنسان أن يستمر في تلك العبادة التي شرع فيها فهو الأكمل والأفضل، وإذا أراد أن يقطعها فله ذلك، إلا في عبادتين فإن الإنسان بمجرد الشروع فيهما يلزمه إتمامهما ولو كانتا نفلا، وهما العمرة والحج، لعموم قول الله عز وجل: وأتم الحج والعمرة لله. فإذا دخل الإنسان وأحرم في نفل عمرة أو في نفل حج فالواجب عليه إتمامه، وأما غيرهما من النوافل فهو أمير نفسه، فإن شاء أتم وهو الأفضل، وإن شاء قطع ولا عقوبة ولا قضاء عليه، والله أعلم.